السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى متوسط، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفصل الأول. اليوم راهم عن الكتاب، رانا في الصفحة 28، الصفحة 28 اللي راهي تتكلم على من العنوان تاعها راهو هنا في هذا الدائرة اللي هو يلا هنا نديرو كما المرة اللي فاتت، نقسمو إلى 1 2 3. أوكي، عدنا نقراه لكم وانتم حاولوا، شوفوا أنا نقراه لكم وانتم حاولوا وش يجي في بالكم المعنى. اوكي، the months of the year، the months هذه كلمه of the year. لو علم كاين واحد زوج كلمات قلتهم لكم وشرحتهم لكم في الفيديو الماضي. اوكي، عندنا the months، الف واللام هي ذو، انا كامل تعلمناها. months 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 هذه months معناتها الاشهر. اوكي، the months of the year، year هي السنة. الحصة اللي فاتت وش قرينا؟ قرينا أيام الأسبوع، وهذا المرة راح نقرأ أشهر السنة، أشهر تاع السنة. أوكي، كما نعرفوا نراجع لكم بلي كلمة day تعني يوم، week أسبوع. أوكي، month معناتها شهر، و year معناتها سنة ولا عام ولا. أوكي، هذو هما يعني اللي يكونوا لنا السنة ولا الأيام ولا. المهم هلو حاولوا تحفظوهم. أوكي، اليوم أنا راح نقرأو أي أشهر السنة. كيما نعرفوش هل عندنا من شهر، عندنا 12 months. أوكي، عندنا 12 months، هذور راكم رايحين يعني تحتاجوهم بزاف. وين تحتاجوهم؟ راكم كل يوم تكتبوا التاريخ، تاريخ كل يوم تكتبوه في الكراس، راكم رايحين تتعلموا تكتبوهم يعني بطلاقه، وتقولوا ما تخزروش في السبوره، تكتبوا ديريكت التاريخ وحدكم. ثاني شيء، راكم رايحين كي يعطوكم في النص، ولا راكم رايحين تفهموا بلي هذا واش يعني، انا واش من شهر واش من شهر الى اخره. ثالث شيء، مثلا كي تجي تهضر على التاريخ الميلاد تاعك، راك رايح تعرف تقراهم. اوكي، يلا نبداو الاشهر تاعنا. عندنا هذا الدائره، واش قال لك؟ اي لسن اند ريبيت. انا لسن هي اسمع، اند هي و، ريبيت اعيد. انا اسمع واعيد، راكم رايحين تسمعوا الاشهر تاع السنه وتعاودوا معانا، متفاهمين؟ عدنا هذا هو الشهر الأول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أوكي، يلا نبدأ بأول شهر. أول شهر شوفوا كيفاش نقراوه، جانيري جانيري جانيري. ها January. اوكي، عاودوا معايا January. الشهر الثاني هو February. February، كاين اللي يقولوا February، كاين اللي يقولوا February. February، اوكي، February. الشهر الثالث هو March، كيما احنا نقولوا مارس، بصح بلونكلي نقولوا March. اوكي، الرابع هو أفريل، نقول له أبريل. أبريل تكتب أبريل بصح ننطقوها أبريل أبريل. أوكي، الشهر الخامس اللي هو ماي، عادي كما في العربية كما في الفرنسي نقولوا ماي. شوفوا كيفاش تكتب، دوك شوفوا كيفاش تكتبوا، ما تقلقوش. ماي. شهر ستة هو شهر جوان، نقول له جون جون جون. اوكي، شهر سبعة هو جويليا، نقول له جولاي جولاي جولاي. الشهر الثامن هو شوية متغير، يعني بالك كلمة جامي سمعتوها، اوت نقول له اوغست اوغست اوغست. اوكي، اوغست. من بعد الاخرين كامل عاديين ننطقوهم عادي كما الفرنسي كما العربية. تسعة هو شهر سبتمبر، نقولوا سبتمبر سبتمبر عادي سبتمبر. عشرة أكتوبر أكتوبر. أوكي، 11 نوفمبر
نوفمبر. 12 هو ديسمبر. انتو ما وش عليكم تحفظوا هادو؟ خلاص سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر راهم كيف كيف سهلين. عدنا ماي، ماي راهو سهل كما الاخر. عدنا ابريل، ابريل يتكتب كما ابريل تقريبا يشبه لل. عدنا مارس كما مارتش. وش عندكم تحفظوا؟ احفظوا جانيوري، فبراير، جون، جون كيما جوان ساهل، جولاي واوغست. هادو برك اللي يعني لازم تحفظوهم كيفاش يتكتبوا. يلا نبداو نكتبوهم بالواحد. نبداو نكتبوا، شوفوا هاي ليك جا، شتو جا جا ان يو جان يو اري جانيري جا شغل جانيوري جانيري. اوكي جا ها نكتبناها جا نيوري. خلاص ف ف فب فبر فبريو ري فبريري فبريري. اوكي عدنا مارس كيما مارتش. نبداو هاليك ما ر. هنا يا شوفوا في اللغه الانجليزيه السي والاتش ننطقوها تشا. اوكي شوفوا السي والاتش ننطقوها تشا، والاس والاتش ننطقوها شا، وهذه تشا باش برك هذه معلومه تكونوا تعرفوها قبل ما قبل ما تدخلوا. هذه تشا وهذه شا. ابريل افريل ا هايديك اب ريل نكتبوها ابريل بصح ننطقوها ابريل. اوكي ابريل ماي سهله هاي ليك ماي تعيط ماي سهله ماي. جون جون هي جوان هاي ليك جو هاي جون سهله جون كيف تكتب. جولاي سهله ما جويليا جو لاي سهله ما. عندك اوت تكتب هكا او هاي ليك او جاست على خاطر هذه واحدة تنطق جا بصح كي نديرو لها هكا تنطق جا هذيك اللي صقبها تنطق جا. او جست ست هاي ليك معناتها اوت. وش عندنا ايضا اوغست. عندنا الاخرين ساهلين سبتمبر. دوك نعطيكم واحد المعلومة مهمة على هذوا سب هما ولا الايام سبتمبر عادي سبتمبر ماشي كما في الفرنسي ار ومن بعد الاي لا لا هنا اي من بعد ار. سبتمبر اكتوبر نكتبوا هنا اكتوبر اكتوبر. اوكي نو فمبر. اوكي دي سمبر. انا بالك مانيش لصق الحروف بصح نتوما لصقوهم. المعلومه اللي كنت راح نعطيها لكم على الاي يعني ايه الايام ايام تاع الاسبوع والاشهر. شوفوا وين ما تلقاو ايام الاسبوع وين ما تلقاو الاشهر تاع السنه معلومه مهمه جدا. دائما الحرف الاول تاعهم كتبوه كابيتال لتر. وين ما تلقاو وين ما تلقاو شهر من اشهر السنه يس وين ما تلقاو يوم من ايام الاسبوع الحرف الاول لازم يتكتب كابيتال لتر. هذه قانون في اللغه الانجليزيه لازم يتكتب كابيتال لتر معناتها يكتب ماجيسكول. انا قريتكم في الحروف الكبيره والحروف الصغيره. المهم اول حرف لازم يتكتب وش يقولوا يتكتب بالحروف الكبيره. مثلا من هذه المعلومه ديروها مهمه بزاف بزاف بزاف. ايام السنه ايام الاسبوع وين ما تلقاوهم الحرف الاول يتكتب كبير يتكتب كابيتال لتر. خلاص متفاهمين؟ تلقاوهم في جمله تلقاوهم في باراجراف تلقاوهم في التاريخ مكتوبين وحدهم. المهم انت ديرهم كابيتال لتر ديرهم الحرف الاول كبير. اوكي كان هذا هو الدرس تاعنا. نعطيكم برك للحق لهذا يعني المستوى تاع الفيديو للحق لهذا الفيديو ما ينساش يدير لنا يكتب لنا الشهر اللي زايد فيه. حفظوا كيفاش تكتب وكتبوا لي في التعليقات. في نهايه الفيديو شو نقول لكم
بارك الله فيكم على المشاهدة، وما تنسوش تديروا لنا لايك اذا عجبكم الفيديو اكيد، ولا عجبتكم طريقة الشرح تاعي ما تنسوش تحطوا لنا لايك. وبالنسبة للتلاميذ اللي جاوا معنا جدد نقول لهم مرحبا بكم في القناة، ان شاء الله تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس، تفعيل الجرس راهو مهم بزاف بزاف باش كل ما ندير لكم ان شاء الله فيديو راني نبعث لكم مباشرتكم يصوني عندكم. وايضا اذا عندكم اي سؤال اي استفسار خلوه لنا في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.